حفر وأنقاض وتراكم للنفايات وبنية تحتية معدومة، لا شبكات للصرف الصحي ولا ماء ولا كهرباء. هذه حال حي الانتفاضة التابع لمحافظة كربلاء. وعلى الرغم من المطالبات التي تقدم بها الأهالي للحكومة المحلية آملين بتحسين مستوى الخدمات وإكساء الشارع العام للمنطقة الذي تملأه الحفر وأكوام الأتربة والأنقاض، إلا أنها لم تجد آذانا صاغية. معاناة الأهالي تزداد سنة إثر أخرى وتزداد في الشتاء. أما الصيف فالحال أسوأ باعتبار أن مناخ المنطقة صحراوي، وعنها يقول الأهالي: لا بيها خدمات، لا خدمات البلدية، صفر كهرباء بالقوة، ماي ما واصل، يعني حتى المعاناة، يعني معاناة كلش، يعني العالم مدرسة، ماكو مدرسة، كرفانات، يعني مدرسة كرفانات وبيها تقريب هو يعني بالخمسمائة طالب من ابتدائية ومتوسطة. فناشدكم مو ما تجي الانتخابات تجون تفترون، هذا الشعب المفروض الشعب هو اللي ينتخبكم، هو اللي قاعدكم على الكراسي، والله والله هذا الشعب انثار عليكم يوم من الايام سوف يذبكم مذبحة التاريخ ان شاء الله بالهاويات، والله نذبكم بالهاويات. بس هذا شو اسمه، حافظ على الناس وسوي لهم خدمات. الشعب العراقي ما يريد من عندك شيء، معود ما رايد من عندك، لا رايد من عندك سياره ولا جكسار، يريد من عندك خدمات، تبليش شارع، كهرباء، ماي، أبسط الخدمات. بالنسبة للخدمات، خدمات صفر، لأن أغلب البوار المي اللي ساحبينها على حسابنا، هاي واحدة. الثانية قطعة مع الشهداء، يعني غير كرام للشهداء، وين منفى هذا؟ منفى الله وكيلك، صحراء احنا والوادي. زين، خدمات ماكو، كهرباء تشوف بعينك إذا تقدر تصورها، كلها على حسابنا، وراجعنا وطالبنا بها، كل شيء ماكو. زين، ما قاعد يسوون نتيجة. يعني هاي العام احنا بالصيف تأذينا شهر كامل، احنا ساحبين حوالي كم قطعة؟ 40 قطعة بوري، وبالأربعة على حسابنا احنا اللي دفعناها من فلوسنا. زين، والبوكلين من عندنا هم من جيوبنا، ذبينا لنا بالمليونين دينار. زين، بهالحالة الى متى؟ ما يصير هيك، يعني اما يسوون لنا شهر. طالبونا تناشدونا. زين، هي الحكومة كلها طالبة، مركز المحافظة، يعني ليش ما يشوف هو هاي الشهداء؟ هاي تال الشهداء؟ والله هنا بالنسبة للحي هذا الخدمات، ومو بس هذا الحي، الأحياء هاي كلها المحيطة بكربلاء كل خدمات ما بيها، يعني بالنسبة للمي ماكو، والكهرباء ماكو، هاي كلها يعني هاي الخدمات الموجودة هسه، الكهرباء كلها واقع حال، مو خدمات نظامية ولا رئيسية. وبالنسبة للموجودين هنا كلهم يعانون، يعاني من الكهرباء نقصها، والمي والكهرباء وغيرها، وشوارع مكسرة، يعني ماكو أي خدمة بهاي المناطق. وعلى الرغم من مناشدة الأهالي للمسؤولين في الحكومة المحلية، ولكن دون فائدة. وما زاد الطين بلة وجود مساحات شاسعة في الحي مهملة، بدل من أن تكون حدائق ومتنزهات ترفيهية، استغلت من بعض الأشخاص لجعلها مقالع أو أماكن لبيع المواد الإنشائية. توقف المشاريع العمرانية المهمة في مدينة كربلاء انعكس سلباً على مستوى الخدمات وحياة المواطنين الذين ضاقوا ذرعاً بالوعود، وتتعالى أصواتهم في كل مظاهرة بتحسين الخدمات، لكن لا مجيب.